بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن صار على نهجهم واتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون، وأعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اصرف عنا الوباء والأمراض وجميع الأوبئة يا رب العالمين، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله وبياكم، وفتح الله عليكم ووفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. الآن إن شاء الله بنبدأ في الوحدة الخامسة بعد أن شرحنا نص الاستماع والتهيئة في الوحدة الخامسة، وهي بعنوان آداب وسلوك. آداب جمع أدب، وسلوك يا شباب اللي هو كيف أوجه سلوك الإنسان وأصحح مساره في هذه الحياة. كما اتفقنا أن كلنا نخطأ، ولكن الذكي هو الذي يتعلم من خطئه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فهيا بنا تعالوا لكي نقرأ سويا هذا النشيد الجميل السهل البسيط، ثم بعد ذلك نناقش ما فيه من مهارات ومعاني مفردات، ونناقشه سويا بإذن الله تعالى. أرجو أن تعيروني الأسماع والعقول وتنتبهوا معي جيدا للنطق حتى تقرأوه بسهولة ويسر. سوف أقرأه أولا، وهذا سيكون موجود في الفيديو إن شاء الله. هذا الفيديو رقم 4. محمد وديع يحبه الجميع، لأنه مطيع، يلقاك بالتحية وكل من يراه، والبسمة الندية دوما على الشفاه، يساعد الفقير ويسعف المريض، يحبه الجيران والأهل والخلان، لأنه مطيع. مرة ثانية يا شباب. محمد وديع يحبه الجميع، لأنه مطيع، يلقاك بالتحية وكل من يراه، والبسمة الندية دوما على الشفاه، يساعد الفقير ويسعف المريض، يحبه الجيران والأهل والخلان، لأنه مطيع. كم مرة يا شباب؟ آخر مرة، وبعد كده إن شاء الله نناقش المفردات ومعاني الكلمات إن شاء الله. محمد وديع يحبه الجميع، لأنه مطيع، يلقاك بالتحية وكل من يراه، والبسمة الندية دوما على الشفاه، يساعد الفقير ويسعف المريض، يحبه الجيران والأهل والخلان، لأنه مطيع. هذا النشيد يا شباب يتحدث عن طالب اسمه محمد، وعنوان الدرس محمد وديع. طبعا محمد هذا اسم يا شباب، محمد هذه اسم، وبدأ به في أول الكلام، وبه حرف مضاعف أو حرف مشدد،
كما اتفقنا أن الحرف المضاعف عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، أيضا به تنوين بالضم. وقلنا أن التنوين نون كذابة يا شباب، نون خداعة، تلحق آخر الأسماء نطقا وليس كتابة، نون تقرأ أو تنطق ولا تكتب. وديع أيضا كذلك يا شباب بها تنوين بالضم، كما اتفقنا أن التنوين ثلاثة أنواع: تنوين بالضم، تنوين بالكسر، تنوين بالفتح. تنوين بالضم عبارة عن ضمتين صغيرتين توضع فوق الحرف، التنوين بالفتح عبارة عن فتحتين صغيرتين توضع فوق آخر حرف في الكلمة، التنوين بالكسر عبارة عن كسرتين صغيرتين توضع تحت آخر حرف في الكلمة. نبدأ وبالله التوفيق. محمد وديع، محمد وديع، هذا محمد اسم يا شباب، قلنا اسم، ومحمد هذا يدل على أيمن، على خالد، على فارس، على نواف، على نايف، على مؤيد، هو اختار اسمه فقط ليتكلم عنه، ولكن محمد هذه تعني جميع الأسماء. محمد وديع، وديع كما قلنا يا شباب يعني هادئ رزين مؤدب. محمد وديع، يحبه الجميع، كل الناس تحبه والجميع يحبونه. هل هناك أناس يحبون إنسان إلا إذا كانت صفاته طيبة؟ الناس جميعا يحبون الإنسان صاحب الصفات الكريمة والخلق الكريم، لكن الناس تكره الإنسان صاحب الخلق الذميمة أو السيئة. طيب كلمة يحبه مضادها يكرهه، كلمة يحبه مضادها أو عكسها يكرهه. الجميع تدل على الكثرة أو على جميع الناس. طيب كلمة يحبه مختومة بها في نهاية الكلمة، وكما قلنا أن الهاء تنطق هاء عند الحركة وعند الوقف أو السكون وليس عليها أي نقاط. يحبه، كلمة يحبه هذه فعل ولا اسم يا شباب؟ أحسنتم بارك الله فيكم، فعل. طيب محمد هذه اسم ولا فعل؟ اسم. وقلنا يا شباب إن من علامة الاسم أنه يقبل دخول التنوين، ومحمد على تنوين. وديع أيضا كذلك، ممكن أقول وديع ويقبل دخول الألف واللام. طيب كلمة الجميع بها لام شمسية أم قمرية؟ قمرية، أحسنتم. وقلنا لام القمرية لام تكتب وتنطق ويكون عليها سكون. طب كلمة الجميع يا شباب أيضا بها مد بالياء، وقلنا المناسب للياء هو أن يكون حرف الذي قبلها تحته كسرة، عشان كده يا شباب قلنا الجميع. وإذا كنت أوقف عليها يا شباب أسكن، أقول محمد وديع يحبه الجميع، سكن تسلم. طيب من الصفات التي اتصف بها محمد ماذا يا شباب؟ أنه إيش؟ وديع. وكما قلنا كلمة وديع معناها هادئ رزين مؤدب، وكل الناس تحبه. لماذا يحبه الناس؟ سوف نجد الإجابة في البيت الثاني. هذا شباب بسميه، ده كله بسميه بيت من الشعر، هذا بيت، نص هذا بسميه شطر يعني نص البيت. طيب لأنه، يبقى لماذا يحبه الناس؟ لأنه مهذب أي مؤدب، لأنه مطيع. يبقى الناس تحب محمد لماذا؟ لأنه مهذب ولأنه مطيع. إذا لاحظنا كلمة لأنه ما في ألف في الأول يا شباب عشان عند الكتابة لا نخطئ في كتابتها، لأنه بدأ بحرف اللام، لأ لأنه وبها حرف مضاعف، قلنا النون حرف مضاعف أو مشدد. الناس كانت بتسأل يا شباب يقولوا ما نعرف الحرف المضاعف، هو عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك. أيضا كلمة لأنه مختومة بها في نهاية الكلمة، وكما اتفقنا أن الهاء تنطق هاء عند الحركة وعند الوقف وليس عليها أي نقاط. مهذب لأنه مهذب، قلنا هذه أول الصفة الثانية من صفات محمد. أول شيء قلنا الوداعة اللي هو الرزانة،
ثم مهذب أي مؤدب لأنه مطيع. عكس مطيع إنسان يطيع إنسان عكسها إيش يا شباب؟ عكس يطيع أحسنتم يعصى أو يعصاه. في إنسان بيطيع الله عز وجل وفي إنسان بيعصي الله عز وجل، لأنه مهذب لأنه مطيع أي يسمع الكلام مؤدب وديع يحبه الجميع ولم يقتصر على فرد فقط أو أسرة واحدة ولكن كل الناس تحبه. طيب بعد ذلك من الصفات التي اتصف بها محمد أيضا يلقاك بالتحية، يلقاك بالتحية إذا قابلك في الطريق أو في أي مكان يبدأك بالسلام. ونحن جميعا نعرف أن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، بسم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على نشر المحبة والتسامح بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. يلقاك بالتحية أي يبدأ هو بالتحية. طيب يلقاك هذه فعل أم اسم؟ فعل، يلقاك عندما يقابلك يعني بالتحية كما قد اتفقنا أن كلمة بالتحية بها لام شمسية، ومن علامات اللام الشمسية أن الحرف الذي يأتي بعدها يكون مشددا أو مضاعفا. طيب كلمة بالتحية هل بها مد بالياء؟ أحسنتم، ليس بها مد بالياء لأن الحرف الذي قبلها تحته كسرة نعم، ولكن الحرف حرف الياء عليه شدة وفتحة، وهذا ما يصير يا شباب. يلقاك مد بالألف بالتحية بالسلام، وعرفنا تحية المؤمنين أو تحية المسلمين هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومختومة بتاء مربوطة تنطق تاء عند الحركة وهاء عند الوقف، وعليها نقطتين يا شباب غير الهاء. وكل من يراه، كل ما يرى إنسان يبدأ بالتحية ويسلم عليه ويلقى عليه السلام. وكل من يراه أي يشاهده أو يقابله، ومختومة بها في نهاية الكلمة، مختومة بها في نهاية الكلمة. وقلنا أيضا يراه هذا فعل وبها مد بالألف. وكل من يراه كل إنسان بيقابله بيلقى عليه التحية. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن إلقاء السلام والتبسم في وجه أخوك المسلم أن الإنسان لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق، ابتسم في وجه أخوك المسلم. والبسمة الندية، البسمة الندية، الندية شباب اللي هي الطرية اللينة الهادئة التي تدل على الحب والحنان. والبسمة بها لام قمرية، والبسمة الندية وأيضا مختومة بتاء مربوطة في نهاية الكلمة، جمع كلمة البسمة البسمات. طيب الندية كما قلنا الطرية الندية التي تدل على الحب والحنان والرفق. دوما دوما هذه تدل على الاستمرارية يا شباب، دائما ملازمة على الشفاء، على شفتيه دائما البسمة، وهذا ما دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم. كلمة دوما بها تنون بالفتح، والتنون بالفتح يجيب ألف يا شباب في نهاية الكلمة. دوما على الشفاء، كلمة الشفاء بها لام أحسنتم شمسية، حرف الذي يأتي بعدها يكون مشددا، واللام الشمسية لام تكتب ولا تنطق، لام تكتب ولا تنطق. والبسمة الندية دوما على الشفاء. طيب ايش الصفات التالية التي جعلت الناس يحبون محمدا؟ يساعد الفقير، يساعد الفقير، يساعد الفقير، وهذه من صفات الصالحين والفقراء الذين دل عليهم الله عز وجل في قرآن العزيز الذين يستحقون الصدقة والمساعدة، لا يتكبر على أحد، يساعد الفقير. عكس كلمة الفقير الغني. طب جمع كلمة الفقير
احسنتم، فقراء الفقراء. كلمه الفقير بها مد بالايش؟ بالياء، وبها لام قمريه. وكلمه الفقير ايضا بها همزه وصل ام همزه قطع؟ بها همزه وصل. يساعد هذه اسم ام فعل يا شباب؟ احسنتم بارك الله فيكم، فعل وبها مد بالالف. طب اذا نقلنا هاتان النقطتان وضعناهما فوق هذا الحرف، فماذا تصير هذه الكلمه؟ تساعد. اذا حددنا وضعنا نقطه واحده نساعد، يساعد الفقير اي الذي يحتاج المساعده. والفقير انما الصدقات للفقراء والمساكين، في فقراء وفي مساكين. الفقير اشد حاجه من المسكين، الفقير اشد حاجه من المسكين. يساعد الفقير، من اللي بيساعد الفقير يا شباب؟ محمد. قلنا زيد، زياد، خالد، محمد، احمد، فارس، نواف، نايف، مؤيد، وسيم. هذا يدل على اي انسان يساعد الفقير، ليس مكسورا على محمد فقط، ولكن هنا يحثنا الشاعر على ان الانسان لابد ان يساعد كل من يحتاج المساعده. يساعد الفقير وماذا ايضا؟ ويسعف المريض. اذا وجد انسان مريض، وجدت زميلا لك في الساحه، طاح في الساحه او على الدرج، لابد ان تساعده. يسعف ويدل على السرعه، يسعف اي يعالج المريض. جمع كلمة المريض المرضى، جمع كلمة المريض المرضى، وهذه اسم. ويسعف فعل، والمريض بها لام قمرية، لام تكتب وتنطق، وأيضا بها مد بالياء. طيب من الصفات أيضا التي توفرت في زميلنا أو صديقنا محمد، يحبه الجيران. وهذه يا شباب ميزة عظيمة، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أو إذا أحب فلانا نادى في ملائكة السماء: يا ملائكة، يا ملائكتي أشهدكم أني أحب فلانا. فتنادي ملائكة السماء في ملائكة الأرض تقول لهم: إن الله يحب فلانا ونحن نحب فلانا. فتنادي ملائكة الأرض أيضا في الناس أن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا، وملائكة السماء تحب فلانا، فيحبه الناس وملائكة الأرض وجميع الناس. يحبه الجيران، قلنا مضاد كلمة يحبه يكرهه، وكلمة يحبه هذه يا شباب فعل ومختومة بهاء في نهاية الكلمة. إذا حذفنا هاتان النقطتان وضعناهم فوق هذا الحرف تصير تحبه. حطينا نقطة واحدة نحبه، طب شيلنا نقطة من تحت من أسفل تصير بحبه. إذا هنا يحبه مضادها يكرهه، يحبه الجيران، يحبه الجيران. مفرد الجيران الجار، مفرد الجيران الجار. وكلمة الجيران بها مد بالألف، بها مد بالياء، بها لام قمرية، وأيضا بها همزة وصل في بداية الكلمة. مفرد الجيران الجار. والأهل والخلان، والأهل والخلان، جميع الأهل. الخلان يا شباب لهم الأصحاب، الخلان لهم الأصحاب والأصدقاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف صاحب، أنت بتصاحب مين؟ صاحب إنسان مؤدب، الناس سوف يشيرون عليك أنك إنسان مؤدب مثله، متفوق، ذكي، محترم، مؤدب، نشيط. وإذا صاحبت إنسان والعياذ بالله كسول، مهمل، غير بار بوالديه، سوف يصفك الناس أيضا بهذه الصفات، كما قال الشاعر: اختر قرينك وسط فيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. صاحب يتصف بأخلاق صاحبه. يحبه الجيران والأهل والخلان. كلمة الخلان قلنا معناها الأصدقاء أو الأصحاب، بها مد بالألف وأيضا بها لام قمرية، أحسنتم بارك الله فيكم، وأيضا الألف هنا همزة وصل وليست همزة قطع. طيب أيضا من الصفات التي اتصف بها محمد: لأنه مؤدب، لأنه مؤدب. هنا برضو أيضا يا شباب مهذب، وهنا مؤدب،
من الصفات الأرض أيضا التي توفرت في صديقنا محمد، لأنه مؤدب. انظر يا كلمة مؤدب يا شباب، الهمزة كتبت هنا على الواو، وسوف نشرحها بالتفصيل فيما بعد لماذا كتبت الهمزة هنا على الواو. انتبه جيدا. وأيضا بها تنوين بالضم، وإن عبارة عن التنوين نون كذابة يا شباب، نون خداعة، تكتب نون تقرأ ولا تكتب، ما في نون. لأنه مؤدب، لأنه مطيع. مطيع أي يسمع الكلام ويسمع التعليم التي يتعلمها وينفذها. طيب، بعد أن درسنا هذا النص ماذا تعلمنا من هذا النص؟ أول صفة يا شباب، حب الناس هذا كنز للإنسان، لأنه دليل على أن هذا الإنسان صالح، يتصف بالأخلاق الفاضلة، الأخلاق الكريمة، لذلك يحبه الناس. وإذا كان يتصف بأخلاق غير ذلك أو مغايرة لن يحبه أحد. طب لماذا يحب الناس هذا الإنسان؟ أولا الوداعة، قلنا كلمة وديع معناها هادئ، الرزانة، لا غير متسرع، مهذب أي مؤدب، يحبه الجميع. لماذا؟ لأنه مطيع. مطيع أي يسمع وينفذ ما يسمعه أو ما يقرأه أو ما يتعلمه، وليس للدراسة وفقط. أيضا كمان يا شباب ينشر السلام بين الناس، يلقاك بالتحية، يبدأك هو بالتحية، يبادر بالتحية، وكل من يراه أي إنسان يقابله يبادره بالتحية. يبقى لابد علينا يا شباب حينما أقابل زميلي في المدرسة، أستاذي، جاري، أي إنسان أقابله في الطريق ألقي عليه السلام. والبسمة الندية، يبقى البسمة لابد أن أقابل زميلي أو صديقي أو جاري أو أهلي بالبسمة. لا تعبس في وجه أخيك، البسمة تبسمك في وجه أخيك صدقة لك بها أجر عند الله عز وجل. البسمة الندية مو أي بسمة، في بسمة تدل على السخرية والاستحقار والاستهزاء، لا، هو هنا يا شباب قصر البسمة على البسمة الندية الطرية اللينة التي تدل على الحب والرفق. دوما تدل على ملازمة البسمة لهذه الشفاء. كلمة على يا شباب مختومة بألف مكسورة، تنطق ألف وتكتب على صورة الياء ولكن بدون نقطتين، بسموه ألف مكسورة. أيضا من الصفات الكريمة يا شباب أيضا نتعلم مساعدة الفقراء والمحتاجين، وأي إنسان يحتاج المساعدة لابد أن نساعده بأي شيء نستطيع أو بأي شيء نملكه. كذلك إذا وجدت إنسان مصاب أو إنسان مريض فالأبادر بمساعدته في البيت، في الحي الذي أسكن فيه، في المدرسة، في أي مكان، لابد أن أبادر بالمساعدة وتقديم يد العون له، إسعاف المريض. أيضا من الصفات حب الجيران يا شباب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والإيذاء للجار ممكن بكتابة على جدران بيته، بالعبث بسيارته، بإيذاء أطفاله، بإزعاجه بالصوت العالي، بأشياء متعددة. ونحن جميعا نتمنى أن نتصف بهذه الأخلاق الفاضلة بالبعد عن كل ما يؤذي الجيران. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في ذلك، والأهل والخلان والأصحاب أيضا، والأهل يحبون محمدا. هذا دليل على محبة جميع الناس للإنسان الذي يتصف بالأخلاق الطيبة، الأخلاق الكريمة، لأنه مؤدب، لأنه مطيع. الأدب، الأدب أساس الاحترام بين الناس. حتى لو كنت مازحا مع زميلك لا تضربه ولا تعنفه، والمزح يكون ب، حتى الرسول كان يمزح ولكن بدون إيذاء للآخرين. أتمنى يا شباب أن احنا نكون استفدنا من هذا الدرس، ليس للقراءة فقط ولكن لابد أن نطبقه في حياتنا العملية. هقرأ الدرس آخر مرة واختم معكم إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. محمد وديع، محمد وديع، يحبه الجميع لأنه مهذب، لأنه مطيع، يلقاك بالتحية وكل من يراه،
والبسمة النادية دوما على الشفاء، يساعد الفقير ويسعف المريض، يحبه الجيران والأهل والخلان، لأنه مؤدب لأنه مطيع. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يتصفون بالأخلاق الطيبة الفاضلة، وممن يحبهم الله ورسوله ويحبهم الناس الذين يألفون ويؤلفون. جعلنا الله من الصالحين الأتقياء الأنقياء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في محاضرة وفيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.